أزمات التحكيم في الكرة المصرية مسألة قتلت بحثا، فمع كل موسم تستمر أندية الدوري الممتاز في شكواها من سوء التحكيم وتضارب القرارات التحكيمية التي أضرت بنتائج مبارياتها. كل يغني على ليلاه، هي ليست كلمات أغنية شهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم فحسب، ولكنها عبارة تصف مواقف الأندية دوما اتجاه القرارات التحكيمية. فتغيب إشادة الأندية بالتحكيم حينما يكون عادلا ومنصفا، أو في حالة تحقيقها نتائج مميزة خلال المباريات، بينما يتعالى صوت مسؤوليهم في كل منبر إعلامي عندما تتعرض أنديتهم للخسائر محملين إياها للتحكيم، ليصبح حكام الكرة المصرية هم الشماعة المعتادة التي تعلق عليها أندية الممتاز عجزها وفشلها في التفوق على المنافسين. التحكيم المصري يعاني على مدار السنوات القليلة الماضية من ضغوط نفسية واقعة عليه بشدة، تتمثل أبرزها في مواقع التواصل الاجتماعي التي يشن روادها هجوما معتادا على قرارات الحكام، كذلك الثورة التكنولوجية العظيمة التي يشهدها العالم في التصوير والإخراج والتقنيات الحديثة، والتي باتت تظهر كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالقرارات التحكيمية، بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق. على الرغم من استعانة الاتحاد المصري لكرة القدم بتقنية الفار، والتي كانت من المفترض أن تحد من الجدل التحكيمي المثار في مصر، ومن حالة الاعتراضات المستمرة على قرارات الحكام، إلى أن الجدل استمر والاعتراضات بقيت. التحكيم في مصر ما بين الظالم والمظلوم، ما بين القرارات السليمة الصائبة وغيرها من الخاطئة التي يغيب عنها العدل. ولكن يبقى التحكيم واحد من أهم عناصر لعبة كرة القدم، التي يجب مساندتها ودعمها وتصحيح ما يشوبها من أخطاء. ويبقى الحكم بشراً يصيب ويخطئ في تارة، ويحالفه التوفيق ويغيب عنه في تارة أخرى. حاله حال جميع المهن على مستوى العالم. نرجع تاني لحضراتكم، نستقبل الحكم الدولي السابق كابتن محمد علي شطا الشهير بمحمد دلس. منورنا كابتن. اهلا بك كابتن محمد، سعيد وجودي في قناتنا قناه الزمالك المفضله. ازي حضرتك طبعا ومنورنا. طب خليني قبل ما اتكلم معاك في بعض التفاصيل، وعارفين في حالات جدل تحكيميه كتيره جدا مخلينا مش فاهمين هو ده طبيعي ان نبدا الدوري بالجدل ده كله والقرارات الكتيره قوي دي كلها في اول اسبوع واسبوعين. بس قبل ما نتكلم في التفاصيل خليني اخد بعض المعلومات وبعض الانفوهات عن حكمنا الدولي كابتن محمد علي شطا الشهير بدلس. كابتن محمد شطا حكم دولي سابق، وأصبح في القائمة الدولية للحكام من 2008 إلى 2011، قاد عدة مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تولى العديد من الإدارات التحكيمية أو من الإدارة التحكيمية لمباريات الدوري المصري 21 موسم، بسم الله ما شاء الله. لعب لعدة أندية في الدوري الممتاز زي المقاولين العرب ومزارع دينا والشرقية للدخان، وكمان لعب في منتخب مصر للناشئين. يعني كمان لما يكون لعيب وحكم بتبقى الحقيقة أكيد الأمور مختلفة. بنرحب بيك تاني يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن محمد، ونتمنى نكون خفاف على مشاهدينا. أول حاجة طبعا لازم أقول إيه قصة دلس. دلس ده كابتن أنت عارف كان في حكم اسكتلندي اسمه دالاس، جي ار دالاس، وكان في مسلسل اسمها فالكون كريستي جي ار فالكون كريستي دالاس. كنت طبعا انت عارف انا كنت لعيب في المقاولين، فكان انا كنت من جيل كابتن خالد غندور كان في جيلنا في الزمالك، وكابتن مصطفى ابراهيم، وكان معاه الكابتن احمد حموده والكابتن هشام متولي. ده جيل اللي هو في النادي الاهلي كان فيه كابتن تامر حفني وعصام صلاح، وده الجيل بتاعه كابتن احمد يونس. فطبعا انا كنت معتاد على التاخير بتفرج على التمثيليه دي، المسلسل ده على طول. فطلعت عليا بقى من ساعتها بقى اللعيبه، فكابتن كان ساعتها الكابتن محمد عبد الحميد وكابتن سعيد الشيشيني،
ارحمه هم اللي مطلعين عليه الله يرحمه يعني. ده يمكن يعني طلع عليك وانت بتلعب. وانا بلعب وانا بلعب. انت قلت لي كمان انك لعبت شريط دخان وزميلت شريط دخان علي طبعا كابتن حسام كابتن حسام عبد المنعم وكابتن عبد الحليم علي وكان معانا لعيبه كتيره معانا الكابتن سيد عبد الفتاح كان جون القناه وكان معانا من النادي الاهلي كان احمد عبد العال وثروت عبد الرازي والكابتن خالد صديق وخالد اينو وخالد عبد العظيم كان جيل يعني مليان بالبطولات. بعديها طبعا الكابتن عبد الحليم والكابتن حسام عبد المنعم بعديها بسنه انتقلوا لنادي الزمالك. منتخب الناشئين ده اللي هو كان سن كام؟ كان الكابتن هاني مصطفى هو اللي ماسك السن ده. كان معانا الكابتن محمد سعدي بتاع المقاولين الباكليفت اكيد حضرتك عارفه. وكان معانا من النادي الاهلي الكابتن هاني صديق كان برايت. كان معانا الكابتن باسم خيرت وكان معانا كابتن عصام عبد العظيم جون نادي الترسانه. فكان جيل يعني برضو عمران وكابتن محمد صلاح ابو جريشه من جيلنا برضو وكابتن توفيق صقر. فبرضو كان جيل مميز. انت عارف زمان يا كابتن محمد كان في الموهبه موهبه كبيره. دلوقتي الموهبه قلت في ملاعبنا كتير. ليه؟ الاكتشافات يعني. احنا كنا بنتكلم في التحكيم. التحكيم برضو قلت المواهب. الحكم لما بيكون مارس يا كابتن محمد ونزل في الملعب ولعب لمستوى اعلى بتلاقي فيه امكانيه. انت اللعيب في الملعب بيبقى عنده قناعه. الموهبه دي يا كابتن ما بتجيش من يوم وليله. الموهبه بتيجي بالممارسه ومن الخبرات السابقه والمواقف التحكيميه اللي في الملعب. اصل انت مواقف حصلت معاك في الملعب فلازم لما تيجي تكون حكم وانت لعبت المستوى اعلى. يعني كان معانا الله يرحمه الكابتن مدحت عبد العزيز كان لاعب نادي الترسانه كان برضه من الحكام الموهوبين جدا. والكابتن مدحت الحوفي يعني من الحكام برضه اللي لعبوا دوري ممتاز. فكان في ساعتها وبرضه الكابتن وائل قباني كان داخل التحكيم. كان داخل التحكيم وهرب على اخر لحظه. طبعا حته الموهبه ما بتجيش من يوم وليله يا كابتن محمد. فالحكم لما بيكون مارس احنا بنسميه حكم موهوب غير الحكم المصنوع اللي بيبقى برضه ما عندوش الموهبه. لان المواقف وانت لعيب بتاثر عليك وانت يعني احساس بالمكان. فدي برضه بتدي انطباع للحكام اللي هو بيبقى عنده خبرات اكتر واكتر. فالموهبه ما بتجيش من يوم وليله يا كابتن محمد. طيب انت قلت لي لازم الحكم يكون مارس. بس تيجي برضو تفكر طب ما الحكم لو مارس ونهى كوره هيكون بدا تحكيم متاخر. فهي ممكن تبقى قصه يعني. ما هو يا كابتن محمد المشكله بتبقى عامل مزج. انت ممكن تبقى حكم ولعيب كوره في نفس الوقت. بس في نفس الوقت لازم يكون عندك خبرات. دلوقتي يا كابتن محمد الامكانيات قلت ليه في الحكام؟ ان مفيش موهبه. الموهبه ما بتجيش يا كابتن من يوم وليله. الموهبه بتبقى تدارك خبرات يا كابتن محمد وتدرج ماتشات صعبه اصعب فاصعب. احنا يعني بنشوف دلوقتي يا كابتن كان التحكيم يعني مشاكل كتير. ليه يا كابتن محمد؟ الحكام ما عندهاش خبرات وخنكه وحته فن الاداره التحكيميه. ازاي انا هبقى مقنع للفرقتين وللجمهور وللاعلام؟ لازم يكون عندي خبرات. خبرات ما بتجيش غير تدرج الصعوبات. لما يكون في ماتش في صعوبه في صعوبه في صعوبه الحكم تلاقيه بيكتسب. وبعدين بتفرق الشخصيه يا كابتن محمد. الشخصيه عليها العامل الاساسي في الحكم. في حكم مهما يعني مهما يوصل للمكانه معروف امكانياته كده. انت كنت عم يعني عم الموهوبين في مصر يا كابتن محمد ودرجت مع حكام كتير وبتعرف الاسلوب ده. انا ممكن يقول لك لا انا الحكم ده انا اعمل بالونه ليه من اول اختبار. عكس بقى اللي لعب كوره. لو حكم لعب كوره بيبقى مر بكل الانطباعات دي يا كابتن محمد. فبتدي انطباع عند اللاعبين ان هو الحكم ده هياخد حقه النهارده. لا الحكم ده ممكن نعمل له بالونه اختبار. ممكن ناخد منه بالكلام. ممكن نزعق نعمل فيه. الحاجات دي كلها يا كابتن محمد تاثيرات على الحكم. فطبعا الحكم لما بيكون عنده خبرات وتدارك في الحاجات دي فبرضه بتدي انطباع في التحكيم بتاعه بيوصل لافضل النتائج. طب انت خلصت كوره وانت عندك كام سنه؟ لا انا لعبت لغايه عندي 38 سنه 39 سنه. لان انا بعد ما خلصت لعبت يا كابتن في شربين. لعبت في نادي طلعت حرب. لعبت في نادي شرق التامين. لا انا لعبت كوره وصلت لمدى كبير يعني. طب وبدات تحكيم وانت بتلعب؟ لا تحكيم وانا صغير برضه يا كابتن محمد. يعني انت بتلعب؟ وانا بلعب. دي صعبه قوي. لا مش صعبه ولا مش صعبه. لو حضرتك انا كنت عامل مزج. الحمد لله كان زمان لعبت الكوره كابتن محمد التحكيم قليله جدا. فطبعا لما انت تيجي بتحكم بتاخد افضليه. دلوقتي يا كابتن محمد عندنا مشكله كبيره قوي في التحكيم. يعني اي حد يا كابتن محمد حته الاستثمار
عمل مشاكل جدا، مش في اللعيبه بس، في الحكام. دلوقتي اي حد بيتأيد وما يكونش مارس الرياضه وتلاقيه دخل التحكيم. يعني التحكيم بقى مشكله. مشكله في ايه؟ دلوقتي اللي بيخش التحكيم، يعني التحكيم يعتبر خلوها مهنه يا كابتن محمد، مش موهبه ولا حاجه ترتقي بيها والكلام ده، لا. ما هي كل حاجه في كره القدم، في كل حاجه الحقيقه في الدنيا دلوقتي بقت احتراف وبقت مهنه، وبقت لازم تكون مستعد لها وتذاكر لها وتحضر نفسك ليها، فطبيعي انها توصل للتطوير زي لعيب الكوره بقى مهنه، زي ما المدرب مهنه، زي ما بتاع العلاج الطبيعي عنده مهنه، زي ما المعلق، زي كل الناس. هي احد عناصر المنظومه. عندنا مثل شهير اكيد حضرتك عارفه، فاقد الشيء لا يعطيه. ازاي انت ما تكونش مارست ونزلت الملعب ولا جدرانه، وفي نفس الوقت هتمسك الصفاره وترفع الرايه من غير ما انت تكون مارست؟ انت بمجرد ورق على ورق بتتأيد، لان طبعا من شروط التحكيم لازم يكون على الاقل متأيد سنتين يا كابتن محمد في التحكيم. وطبعا في اي درجه؟ متأيد في اي درجه، حتى ناشئين، ناشئين كبار، بس الشروط لازم يكون سنتين لعب، سنتين. تخيل في ناس ما نزلتش الملعب ولا لبست شورت وفي نفس الوقت داخلين لجنه وحدة. ازاي؟ ما هو مجرد اللي هو متأيد استثماري. فتقدر الاستثماري بقى يندرج تحت ان انت متأيد. الاستثماري يا كابتن محمد يعني متأيد عشان يخش، يبقى فيش من شروط التحكيم ان لازم يكون متقيد على الاقل سنتين في القيد، فطبعا في القيد. فطبعا دي بتساعد على فشل لما الحكم بيتدرج. مفيش يا كابتن محمد اللي انت حاجه اللي تأهلك اللي انت توصل لمكانه معينه، عكس زمان كان في اكتشافات يا كابتن محمد. كنا يعني دي كان زمان في نادي الزمالك كان موجود الكابتن شريف الفار، كان يبص بالعين كده على اللعيبه، كان من اللعيبه من الناس اللي كانوا مكتشفين في كل حته، كان في كشافين كتير يا كابتن محمد. فدي بتنطبع برضو الحكام، كان في اكتشافات زمان، كان في موهبه، برغم ان في تحديث دلوقتي والتحكيم وصل لمكانه كبيره اكتر من الاول طبعا، لان كان زمان ما كانش فيه امكانيات زي دلوقتي يا كابتن محمد. يعني ما كانش الماديات كانت اقل بكتير من دلوقتي، بس كانت الناس بتحب التحكيم، عاوزه توصل لمكانها، كان في موهبه. الموهبه كانت بتفرس حكام. كلمتني عن الحكم المصنوع. هو الحكم المصنوع ده بيعمل ايه؟ الحكم المصنوع يا كابتن محمد اللي هو فاقد فن الاداره التحكيميه، اللي هو ما عندوش تقدير للاخطاء، ده بيبقى حكم مصنوع، بيوصل لفتره معينه يا كابتن محمد وبعدين بيقف. ليه؟ ما عندوش الموهبه التحكيميه. الموهبه الفطريه دي يا كابتن محمد بتاعت الحكم ما بتجيش من يوم وليله، بتبقى مكتسب. احنا مثلا كدلوقتي مقيمين حكام، لما اجي مثلا اكون بقيم حكم او براقب حكم عشان نبقى للمشاهدين، لازم اشوف حاجات كتير. اول حاجه بندرج تحت شخصيه الحكم، دي نمره واحد لازم تحط عليها مليون خط يا كابتن محمد. بتعرف ازاي دي؟ شخصيه الحكم، تعامله مع اللعيبه ومع الاجهزه الفنيه ومع الادارات ومع دي برضو شخصيه الحكم، انطباع الحكم، تقدير الحكم للاخطاء يا كابتن محمد، ده برضو بيندرج تحت الموهبه التحكيميه، تقديره للاخطاء. الاخطاء ممكن لعبه، يعني احنا ثلاثه بنتفرج على اللعبه شايفين ان اللعبه دي اندايركت، الحكم تلاقيه حسب حاجه مختلفه. في حكم يا كابتن مصنوع، الحكم اللي هو البدني، عنده قوه بدنيه ولياقته البدنيه، انما ما عندوش الموهبه الفطريه اللي هي تاهله اللي هو موجود في حته معينه. طيب، عشان ندخل بقى كمان في التفاصيل وممكن يعني نحاول نسال اسئله المشاهدين اكتر، لان في جدل تحكيمي كبير جدا جدا وبادئ الدوري بسخونه رهيبه ومأثر على الكل في اعتقادي. طيب يعني هدخل واحده واحده، بس انا في سؤال برضو جه يعني حالا في دماغي، اللي هو انا الحكم بياخد وقت قد ايه من ساعه ما يدخل الاتحاد المصري لكره القدم او لجنه التحكيم المنظومه، ياخد وقت قد ايه لحد ما يتدرج يبقى حكم في الدوري الممتاز؟ المشكله من الاول بياخدوا السن يا كابتن محمد، لغايه يعني احنا برضو كنا اتكلمنا في الموضوع ده، لما بيجي يقدم للتحكيم سنه ما يزيدش على 24 سنه، سنه ما يزيدش على التقديم، ممكن يقدم من اول 19 سنه لغايه 24 سنه. بعد 24 سنه؟ بعد 24 سنه ما بيقبلوش، ما يقدمش هيبقى حكم اصلا؟ ما بيوصلش يا كابتن محمد لمكانه، بالرغم ان هو ممكن يكون لعيب دولي وممكن لعيب، لما احنا بتبص لليفل معين. انا نفسي يا كابتن محمد يبقى عندنا حكم بيحكم في الدوري الممتاز عنده 25 سنه، 26 سنه. تحصل ازاي؟ 27 سنه تحصل يا كابتن محمد
بالتثقيف، بالتطوير، بتغيير المناهج، بتوفير المناخ الجيد. لا ما دي قصه عامه على التحكيم، انا بس هاخد اللي بيحصل في الوقت الحالي وبعد كده هنتكلم على محتاجين ايه. اللي بيحصل في الوقت الحالي، انا الحكم بيدخل ما ينفعش يقدم ورق كتحكيم بعد 24 ساعه. بعد 24 ساعه. طب لو هو قدم ورقه في التحكيم ولازم يكون مارس يا كابتن محمد، مارس زي قلت لي مارس على الاقل سنتين، على الاقل سنتين، ويبدا تحت 24 سنه لازم. طيب بياخد وقت قد ايه وبدايته بتبقى ازاي؟ بياخد ناشئين بيتدرج يا كابتن في فتره اختبار الاولانيه، بيبقى يعتبر سنه اللي هو فتره الاختبار، وبعدين بيبقى ثلاث سنين. الاختبار دي فين؟ الاختبار ولا اختبار او لا جدد حكام جدد بيبقى اختبار ازاي؟ الاختبار بيعتبر اختبار شفوي وتحريري، وبعد ما بينجح يا كابتن محمد بيتأهل البدني. البدني؟ البدني اللي هو الكوبر تيست، اللي هو اللي يخش بيه يحكم. تمام. ما اكتس الكوبر تيست بيفضل زي ما هو. وبيتعمل له سنه يا كابتن محمد تحت الاختبار، سنه تحت الاختبار. طب ما هو دي جرات على فكره كويسه. لا اللي هو يتثبت او لا، يعني يتثبت او لا. وبعد كده ثلاث سنين يا كابتن محمد من الدرجه الثالثه الدرجة الثانية. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين. وممكن حتى لو هو مثلا عبقري وممكن ما يعملوش وممكن ما يعملوش امتحان بعد الثلاث سنين، يقول لك احنا مكتفيين عندنا كذا، لان ما عندناش معايير وثبات عندنا، احنا عندنا لوائح بس ما بتطبقش. ممكن بعد كده يا كابتن في حكام يا كابتن من الدرجة الثانية كانت بتحكي في دور ممتاز، يعني انا ايامنا مثلا انا يعني اعوذ بالله من كلمتي، انا كان الكابتن حمدي شعبان من الحكام اللي حكمت وهو درجة ثانية في الدوري الممتاز. هو كان ايام الكابتن جمال غندور كان بيدفع بينا، كان رئيس لجنه حكام، وكان الكابتن محمد حافظ موجود والله يرحمه، الكابتن محمد حسام، كان في معايير كتير. فحته الحكم بيتدرج في ثلاث سنين. واحده واحده، ثلاث سنين من الدرجه اول حاجه التلتة. سنه تحت الاختبار، سنه تحت الاختبار، سنه كوبر وتاهيل، صح كده؟ ثلاث سنين يا كابتن محمد، ادي خمس سنين رايحين، ثلاث سنين من الثالثه للثانيه، يعني دي خمس سنين في الحته دي. ومن ثانيه الاولى ثلاث سنين، يعني شوف كابتن محمد خد قد ايه. يعني انت مثلا انت مدخل واحد التحكيم عنده 20 سنه، هيمر بسنه، وهيمر بثلاث سنين، وهيمر بثلاث سنين، يعني ياخد مثلا 8 سنين، 8 سنين عقبال ما يوصل درجه اولى. لا درجه التوتي ثانيه. لا يا كابتن محمد، في سنه عنده 20 سنه هياخد سنه تحت الاختبار، وهياخد ثلاث سنين الدرجه الثالثه، الدرجه لا من ثالثه لثانيه. من ثالثه لثانيه، يعني بيلعب في الاثنين. وبعدين بقى من ثانيه الاولى ثلاث سنين. سنين يعني شوف قد يعني وصل لغايه 27 سنه، 28 سنه. هتبدا تفكر بقى في انا، طب انا ليه ما اعملش بقى ايه مدرسه اكتشاف مواهب، ويجي من صغرهم في لعيبه كتير في نادي الزمالك، في لعيبه كتير في انديه كتير، الاسماعيلي، يكون عندي ناس عندها موهبه. طيب. دي كنا عايزين نتبناها. امشي واحده واحده معايا. الثمان سنين لحد ما يبقى حكم درجه اولى. درجه اولى. طب دولي؟ لا الدولي ليه معايير خاصه، لازم يكون على الاقل لاعب في الدوري الممتاز لا يقل عن في الموسم على الاقل، في الموسم على الاقل 10 ماتشات او 12 ماتش. يعني ايه لاعب 12 ماتش في الدوري الممتاز لمده 3 سنين متواصله؟ كل سنه كام؟ كل سنه 10 12 ماتش، هنا يدخل في القائمه الدوليه، ولجنه الحكام تكون مدعماه، اللي هو من التصنيف اللي هيترشح للقائمه الدوليه. وفي كوتا تبقى في السنه مثلا للتحكيم المصري في كوتا؟ ايوه. كام؟ لا ما هو بيتحط يا كابتن، يعني السنه اللي فاتت عشان التصنيف يا كابتن محمد حصل مشاكل كتير، خلى الناس اللي تحكم في دوري ممتاز بس الحكام من 30 حكم صفاره ل 35 حكم، والمساعدين وصلوا من 40 ل 50 المساعدين. فطبعا الحكام كانت في تكراريه في التصنيف. طبعا لو بتسيب الخير الخواجه، انا عايز اخد واحده. طب انت قلت لي يعني الكوتا من 7 ل 10 حكام. طيب والمساعدين كام؟ المساعدين وصلوا 30. لا 30 40 حكم. طيب هو ده مثلا مقارنه بدول افريقيه حوالينا، هي دي الكوتا الطبيعيه ولا احنا اكتر احنا اقل؟ لا احنا اقل. اقل من مين؟ احنا اقل من كتير. احنا لو فتحنا يا كابتن، المشكله عندنا مشكله كبيره يا كابتن محمد. مشكله كبيره في ايه؟ ان احنا السنه اللي فاتت واللي قبليها كنا عاملين حاجه اسمها التصنيف ده يا كابتن محمد. التصنيف ده كان بيساعد على، يعني عمل مشاكل كتير في التحكيم المصري. قرر الحكام كتير يا كابتن محمد، ما كانش في مرايه للحكام بتتعمل. كان في مثلا حكام عندها مشاكل مع فرق ممكن تلاقيها بعديها بثلاث ايام محطوطه في ماتشات معينه. مين المسؤول عن ده؟ كان السنه اللي فاتت الكابتن محمد فاروق، وكان الكابتن حمدي القاضي في المساعدين، والكابتن ما دي حته تقييميه هنقف فيها في جدل. انا بس عايز ادخل الاول في النظام العام اللي محطوط، وبعد كده بقى ايه الحته التقييم دي بتبقى وجهه نظر نتكلم فيها كلام تاني. لكن انا مثلا اقل من حكام مين في افريقيا كعدد؟
كعدد؟ لا يعني لو انا مسموح لي بكوتا 17 انت لو قست مثلا السودان بينا كام؟ هتلاقي احنا اكتر اقل احنا اقل اقل انما الدوليين معروفه 7 مساعدين و7 حكام الدوليين في التصنيف بتاع الفيفا لينا احنا في الحكام السفاره اللي هي ال 11 7 حكام و7 مساعدين ده الفيفا اللي بيديك الكوتا دي دي بتاعتنا دي دي اللي بيحط بتاعتنا. بقى الاسامي دي لجنه التحكيم الداخليه وفقا للمعايير لا ده هو بقى اللجنه الحكام هي عليها بقى هي اللي عليها المعايير اللي تعين السبعه ده وحط ده نيجي بقى في شهر 6 ولا 7 بدايه القائمه الدوليه يا كابتن محمد شهر 7 لغايه شهر 10 قبل ما تتبعت او شهر 11 كمان دي ايه المعيار الاساسي فيها؟ المعيار الاساسي بيبقى فيه ترشيحات من لجنه الحكام لحكام معينين الترشيحات دي يعني بتبقى محطوطه بدون معايير ومقاييس يعني ممكن مثلا حكم يكون تلاقيه مثلا محكم نسبه اقل من الماتشات اللي بقول لك عليها وتلاقيه مترشح وفي حكم تاني مش 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 جدير بالبتاع تلاقيه بيخش فيها لازم يبقى صراح مع بعض المحسوبيات والمجاملات يا كابتن ما دي هتبقى ليها علاقه باللي هي التقييم وشخص وشخص بس كمان في مثلا حاجه الكوبر تيست مثلا مهم في المعيار طبعا ده طبعا بعدين طبعا مهم طبعا جدا بيجي قبل اللي هو الاختبارات البدنيه البدنيه يعني بيجي يا كابتن محمد قبل ما القايمه تتبعت القايمه بتتبعت في شهر 10 او في شهر 11 طبعا السنه دي كان في مؤتمرات كتيره انت اكيد على درايه بيها مع كابتن محمد عادل اتبعت كابتن محمد عادل ما اتبعتش كابتن احمد غندور اتشال الحاجات اللي هي المؤتمرات بتاعت كل سنه سمعت المؤتمرات بتاعت كل سنه كل سنه كل سنه هو انا ده اني سؤال تاني سريع هو انا الحكم الدولي ممكن يتحط السنه دي ويتشال السنه الجايه ويرجع يعيد مستوى تاني يعني دي قصه مفتوحه مفتوحه بس الاتحاد المصري ولجنه الحكام هي المسؤوله عن الترشيحات هي اللي بتودي للاتحاد الدولي القائمة يا كابتن محمد. طب الجدل ده بيحصل ليه من شهر 7 لشهر 10 ولا الجدل بيبقى مثلا في واحد دلوقتي اتلغى حتة السن يا كابتن محمد. مفيش حاجة اسمها 45 سنة. احنا بنشوف في الدوري الإنجليزي حكم عنده 48 سنة بيحكم مين اللي حدد 45 سنة؟ كان زمان عندنا ال 45 سنة ما بيجددش يعني مين اللي حدد ده عندنا من ضمن المعايير عندنا الاتحاد الدولي فتح السن قال لك أدام بيجتاز الكوبر وأدام بيفيدني وأدام بيوصل لمكانه معينه بكل المعايير ان شاء الله يوصل 47 48 سنه 49 مفيش مشاكل خالص كده عادي خالص خالص احنا عندنا في مصر معايير مختلفه عن اي حد ممكن مثلا بيبقى واحد اقل من اللي عنده 45 سنه يقول لك لا ليه بيبقى مجاملات بتاع الكلام ده يقول لك لا خرج ده احنا نستفيد بس انت صح يا كابتن محمد ادام واحد بيمثلنا في القائمة الدولية وفي الفيفا ليه يعني احنا عندنا مثلا حكامين بتوع الصلاة كابتن طارق سامي وكابتن محمد حسن من الحكام يا كابتن محمد اللي وصلوا حكموا نهائيات كأس العالم هم عندهم 46 سنة و47 فليه انا افتح ادام حد ده بيبقى سفير لمصر سفير لمصر بيرفع شأن مصر في المحافل الدولية انا احاربه يا كابتن محمد ولا خليه بقى يبقى سفير لمصر ويبقى فيه طب انا عايز قبل ما نقول ايه مثلا تقييمنا احنا واحنا بنسمع اللي بيتقال او تقييم المشاهد او نبلور الكلام ده عايز اعرف الاول المعايير تتقال لنا كلها واسئله كلها كمعيار ونشوف في الاخر احنا واقفين في الحته دي ليه؟ هل هي زي ما حضرتك ذكرت كلمه مجامله؟ هل هي اخطاء في التقييم؟ المعايير محتاجه تتراجع؟ الاجواء العامه دي هنتكلم فيها في الاخر كفروشتة بشكل عام بس عايز اتكلم الاول على اللي موجود في الحالي واللي بيتم بناء عليه اتخاذ القرارات. يعني انا سالتك على موضوع عمر اللعيبه عمر الحكم السن بياخد وقت قد ايه انا بحاول اعيش معاك ونعيش المشاهدين الحكم بيمر بايه لحد ما نوصل لنقطه معينه بعد كده نتكلم في الرؤيه الفتره الجايه المفروض تبقى ايه نقلد مثلا او بلاش نقلد نشوف النسخه التجربه الحديثه في دوله معينه مميزه نبدا نشوف يعني مثلا لو سالتك سؤال سريع مين اكتر دوله متقدمه مشهوره بالتحكيم يعني في افريقيا في افريقيا واوروبا مثلا او في العالم؟ لا افريقيا في العالم عندنا انجلترا طبعا من الحكام عندنا اسبانيا عندنا المانيا ده انجلترا بيحصل فيها كوارث بس برضه بس حكامها مصنفين يا كابتن محمد من الاصطف الاول عندنا الايطاليين يعني طب في افريقيا؟ كولينا عندنا احنا طبعا دول شمال افريقيا بالرغم ان في دلوقتي يعني ليبيا انت لو قستها معتز الشلماني مع الكابتن امين من حكام النخبه حكام النخبه دي يعني المحترفين بيتعاملوا احتراف الاتحاد الدولي بيعملهم الاحتراف
استاذ الشلماني حكم ما وصلش هو 30 سنه ومرشح كاس عالم 26 زي امين عمر. يعني ايه بيعملوا احتراف؟ انا كده محتاج امشي واحده واحده عشان اعرف يعني الاحتراف يا كابتن محمد هو الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بيختاروا الحكام صغار السن، بيعملوا لهم داتا معينه، بيبقى فيه رينج معين، بياخدوا ماديات من الاتحاد الدولي، بتبقى رعايه خاصه، بيبقى معسكرات خاصه ليهم، لان دول بيسموهم حكام النخبه او الحكام المحترفين في كل دوله. في منهم في مصر؟ في امين عمر بس، امين عمر من الحكام المحترفين، وكابتن محمد معروف هم بس، امين عمر من الحكام المحترفين، وهم الاثنين المترشحين ان شاء الله ان شاء الله لكاس العالم 26. بتتجدد كل سنه برضو؟ كل سنه. طيب عشان عندي الحقيقه اسئله كتير عايز الاول يعني نوصلها للمشاهد، بس استاذنك اطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كل الكلام مع كابتن محمد الاستاذ. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني نظيره النصر الليبي وديا في مهرجان اعتزال خالد حسين الجمعة المقبل. الزمالك واجه الأندية الليبية في 6 مباريات سابقة جميعها على المستوى الإفريقي قبل مواجهة فريق النصر وديا، واستهل الزمالك مشواره الإفريقي التاريخي في عام 1976 بمواجهة أهلي طرابلس الليبي بالدور الأول لبطولة أبطال الكؤوس، وتفوق الفارس الأبيض بثلاثية في الذهاب بالقاهرة دونها كلا من المعلم حسن شحاتة هدفين وطه بصري هدف، وفي لقاء العودة خسر بطل مصر بهدفين مقابل هدف وسجل هدفه النجم أحمد عبد الحليم. وعادت مواجهات الزمالك أمام الأندية الليبية في عام 2017 أمام أهلي طرابلس أيضا بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبي اللقاء الأول الذي أقيم في تونس والتعادل الإيجابي في برج العرب بهدفين لكل فريق، وسجل كلا من معروف يوسف وباسم مرسي ثنائية أبناء ميتو عقبة في تلك المباراة. وفي مستهل مشوار الفارس الأبيض في مجموعات النسخة الماضية من الكونفدرالية حسمت رأسية يوسف أوباما في برج العرب الانتصار والنقاط الثلاث للنادي الملكي قبل أن يعود ويحقق الزمالك فوزاً جديداً على أبو سليم في الجولة الخامسة في مدينة عنابة الجزائرية بهدفين مقابل هدف، ووقع على الثنائية اللاعب ناصر منسي. نرجع تاني مع حضراتكم ونستكمل حوارنا الهام مع الكابتن محمد علي شطا الشهيد محمد دالس طبعا حكم الدولي اصابه. كابتن دالس، كنا بنتكلم عن ان اجراءات التحكيم او التوقيت لحد ما الحكم يبقى دولي والكوتا وكلام كتير جدا جدا في الكواليس، كان مهم الناس تكون فكره ان ازاي اصلا الحكم بيتكون. طب هل اللاعب الدولي بقى كمان بيبقى ليه استثناء معين وانت في مشوارك كحكم؟ طبعا انت لو لعيب دولي سابق طبعا السن من 3 سنين ممكن بس بقرار لجنه ومجلس اداره الاتحاد. ده الاستثناء الوحيد. ده الاستثناء الوحيد اللي هو من المرحله الثالثه للثانيه دي يبقى سنه واحده. سنه واحده. يعني ايه ساقط كوبر؟ كابتن محمد كوبر تيست، كوبر تيست ده هو الاجتياز الفعلي بعد النجاح طبعا في الجدد، هو ده اللي بيأهلك اللي انت تتحكم. البدني لما يكون في التيست، كان الاول زمان يا كابتن المعايير الكوبر كان معمول بنظام، دلوقتي بقى 30 طول 150 في 30 ثانية. طبعا المعايير اختلفت، بقى في سرعات أقوى كابتن محمد عكس زمان، زمان كان في نفس بس وتجري ال 12 لفة والتجتاز وبتاع، طبعا كل حاجة فيها تحديث. إنما طبعا الكوبر تيست لازم هو الاجتياز. بنشوف السنة دي في مشاكل في الدوري المصري، بنلاقي حكام في الكوبر تيست بتبقى ساقطين وما اجتازوش الاختبار وتلاقيهم بيحكموا في الدوري. هي دي حاجه اختياريه؟ لا، هو المفروض يا كابتن احمد لازم يبقى في ثواب وعقاب. انا ما ينفعش يعني حكم يبقى مجتاز الكوبر وقاعد في بيته، وحكم تاني ما اجتازش الكوبر قاعد على الفار. يبقى انت دلوقتي هو الفار يندرج تحت المشكله الكوبر. المشكله يا كابتن محمد كوبر تيست ان هو الفار اللي قاعد على الفار لازم يكون واخد رخصه الفار. الفار ليه رخصة معينة، فطبعا لازم العدالة والمساواة ما يكون حتى
حكم واخد رخصه الفار واجتاز الكوبر وحكم ما اجتازش كوبر، والحكام دي يعني من اول اسبوع وتاني اسبوع حكموا في الدوري الممتاز. انا معلش انا قصدي هتلخبطنا شويه، يعني مثلا في حد بيحكم وممكن يكون سائط كوبر مثلا؟ ايوه بس يقول لك الفار، انا قاعد بالفار في التكييف مش يعني بيحكم مش فار، مش فار بيحكم ملعب فار. ممكن تكون في وجهه نظر ان الفار مش هيعمل مجهود في الوقت الحالي، بس هل يقدر ينزل ملعب وهو سائط كوبر؟ لا طبعا ما ينفعش. لا طبعا اه ماشي، يبقى دي ممكن تكون فيها استثناء عشان ده قاعد على الفار. ولا يا كابتن، بس هو حكام الفار بتلف معاهم على طول فكره ان انا النهارده بحكم فار بكره بحكم ساحه عادي، ولا هي بتبقى الفار فار بس؟ لا بيحكم ساعات فار وساعات بيحكم ملعب. طب لما اللي بيجتاز الكوبر، اللي بيجتاز الكوبر، اللي بيجتاز الكوبر، لما ما اجتازش الكوبر يقول لك قاعد على الفار. لا المبدا واحد، ما ينفعش واحد ما يكون ما اجتازش كوبر وانا كافئه اقعده على الفار، والحكم اللي هو واخد الرخصه واجتاز الكوبر قاعد في بيته. لا مش دي العداله. ازاي لجنه الحكام بتسمح بمشاركة الحكام لو ان ده قانون على الكل ان ما اجتاز الكوبر ممكن يقعد على الفار او اي حاجه تانية؟ لجنه الحكام هي المنوطه بذلك التعيينات. فطبعا الحكم هيقدر يقول للجنه الحكام ما ينفعش، لازم يكون في مبدا الصواب والعقاب. يا كابتن محمد انا اجتزت الكوبر اتفضل، حتى لو على الفار، حتى لو على الفار يعني. بس الفار مش مطالب بسن معين، لان كان في كده كلام ان ممكن الفار مثلا الحكام اللي كبروا اكتر لا كان نحتاج خبراتهم مثلا في تقنيه الفار، لان انا شايف حقيقه ممكن يكون في فرق مستويات من حكم الساحه وحكم الفار، ده عامل بلبله وعامل جدل. عندنا مشكله يا كابتن محمد اللي في ايه؟ المشكله انت ممكن تلاقي حكم مع الفار قاعد على الفار ما حكمش في الدوري الممتاز. فازاي انا حكم في الدوري بحكم في الدوري وانا هقتنع بحكم ما عندوش افضليه ولا قناعه ولا موهبه في الملعب؟ فطبعا مش هيبقى فيه، لازم اللي بيبقى قاعد على الفار. لا ثانيه واحده، على نفس مستوى الحكم. يعني انا حكم فار ملوش اشتراطات معينه انه يكون مثلا حكم في درجات معينه عشان يعرف يقعد حكم فار؟ لا، ما اخذ الفرصه، اخذ رخصه الفار من حق لجنه الحكام تعينه. مين بيدي رخصه الفار؟ لجنه الحكام في مصر. في مصر بتعمل لها دورات. بتعمل دورات وبتاع ده ميتنج وامتحانات ويجتاز الرخصه. فدي ممكن تطلع لنا حكم ممكن مثلا ما نجحش في الكوبر، ما مارسش كتير لكن معاه رخصه فار. ايوه تطلع لنا العكس، لو حكم مثلا ما خدش رخصه الفار. طب ما ليه ما تعملش معايير بشكل افضل شويه يساعد ان يعني يدخل في السيستم ان يكون الحكام اللي مارسوا او الحكام اللي اشتغلوا هم ليهم اولويه في الحصول على رخصه الفار؟ يا كابتن احنا عندنا مشاكل كتير. انا بقول لك من مشاكل الفار مشاكل كتير جدا. انت احنا كابتن لو احنا انا نفسي حكام الفار يبقى في رخصه اكبر دي مقفوله في حد معين. لا انا نفسي حكم يبقى في الدوري الممتاز عنده 25 سنه يا كابتن محمد. مش هتيجي من يوم وليله، هتيجي من اداره وتخطيط. الاداره وظيفتها خمس حاجات، لازم يكون في تخطيط جيد، لازم يكون في تنظيم يا كابتن محمد، لازم يكون في توجيه، لازم يكون في رقابه، لازم يكون في متابعه. الحاجات دي ما بتجيش. طب يعني احنا بنشوف التحكيم ده واضح ان هو نتاج ممكن نسميه فوضى. طب في فكره تنظيم الداخلي للجنه الحكام، مين خد رخصه فار، مين ما خدش، مين شارك، مين ما شاركش، مين ما اكتسب الكوبر. ما هي دي اللي بتعمل بين الحكام بلبله ومعطرات يا كابتن محمد. طب الحاجات دي اللي بتعمل معطرات. انا مين المسؤول عن دي؟ لجنه الحكام. وازاي يتم اسامي معينه تكون سقطت في كوبر وتكون موجوده مثلا في الفار؟ وبناء على ايه بتختار مثلا كتله معينه من الحكام هي اللي تاخد رخصه الفار؟ مين اللي مسؤول عن التنظيم؟ لجنه الفوضى دي مين المسؤول عنها؟ لجنه الحكام يا كابتن محمد هي المنوطه بالتعيينات في كل المسابقات. هي المنوطه. طب فيها مجاملات، فيها تدخلات، مش عايز اقول لك تقولي زي مين بس مش يعني مش عاوزين يا كابتن محمد ندخل في معطرات. الحكام كلها مستاءة من الموضوع ده، مستاءة. أنا من أسرة تحكيمية والحكام كلها من مستاءة. ما ينفعش يا كابتن محمد أنا أكون ناجح كوبر ومجتاز الكوبر وقاعد في بيتي وحكم مجتاز الكوبر قاعد على الفار، وكل ده بيقول لك عشان الحكام قاعدة في التكييف ومفيش. لا يا كابتن محمد، المبدأ والعدالة والمساواة واحد بين الجميع. لازم يبقى في مساواة وعدالة بين الجميع. هي دي يا كابتن محمد اللي بتوصل لنجاح المنظومة. طيب كنت عايز حقيقة اسألك كمان شوية أسئلة كتير بس ناخدها في وسط الكلام، لأن هيجي لي أسئلة. طب هل الحكم المصري ولا الحكم الأجنبي يبقى رئيس لجنة التحكيم مصري ولا أجنبي؟ ولا هي المشكلة في الأدوات ولا المشكلة في الإمكانيات ولا المشكلة في يعني أصل في الآخر كل شوية عايزين حكم أجنبي، كل شوية أكن المشكلة مش في المناخ.
لكن المشكله مش في ازاي بتمرر الحكام او بياخد رخصه، هتتحل المشكله لما يجي مثلا رئيس لجنه حكام من بره. وبعدين حتى عشان نكون صراحه، حتى لما يجي رئيس لجنه حكام من بره هيحتاج ممكن وقت طويل مش قليل، يعني هيجي النهارده الصبح هيحل مشكله التحكيم بكره. محمد احنا كان عندنا اثنين اجانب ماسكين لجنه الحكام في سنتين ورا بعض. انا عاوز بص واحد زي اثنين يعني نشوف المعايير اللي عملوها بجد، يعني بجد استنزفوا التحكيم والمصريين. واحد لو شفت حكام نجاح مسابقات نمره واحد، في نجاح مسابقات؟ لا، في شكاوى كبيره من كل الانديه. في نجاح المنظومه التحكيميه؟ بالعكس، ده اضاف مشاكل في التحكيم المصري بوجود التصنيف ده، تصنيف الحكام. تصنيف الحكام ده يا كابتن محمد بيجي من سنتين لثلاثه، يعني عمل تصنيف خلي فيه بين الحكام ومن بعض تراشقات وفتنه وكده. ليه؟ انا بحكم، كنت بحكم في الدور ممتاز، نزلت الدرجه الادنى. طبعا ما ينفعش تصنيف الحكام ده بيجي من سنتين لثلاثه وبيمروا، لازم يكون عامل بلام معين وشروط معين، يمروا على مثلا الحكم، يمر على 30 40 مقيم حكم، يكون مكتوب في التقرير يا كابتن محمد وصل لمكانه معينه. في ساعتها من سنتين لثلاثه هيتدرج في ماتشات ذات الصعوبه، هتلاقي في تقارير محطوطه لكل حكم، يبقى طالع على مسؤوليه معينه. طيب، زي اللاعب. انت تفضل رئيس لجنه حكام اجنبي ولا مصري؟ لا، مصري طبعا. مصري. طب رغم ان ممكن يكون المسؤول يقول لك يجيب رئيس لجنه حكام اجنبي عشان حته الجدل والترشقات اللي موجوده دي يريح دماغه منها، انا بس يعني بحاول ننور للناس مناطق ما دخلناش فيها كتير. طيب خلينا كمان تاخد رايك على بعض الصور لبعض الحكام وتقول لي تعليقك، ونحاول يعني التعليق يبقى سريع سريعا جدا. ناخد اول صوره، احمد الغندور. احمد يا كابتن من الحكام الكويسه، بس لازم يشتغل على نفسه اكتر، لان ايه في لازم في افريقيا يبقى له ظهور اكتر واكتر. احمد من الحكام الكويسه والحكام اللي بيتنبأ بالخير. الصوره اللي بعديها امين عمر. امين عمر من الحكام الموهوبين في مصر، وان شاء الله ان شاء الله يبقى سفير لمصر في كاس العالم 26 ان شاء الله. طيب الحكم اللي بعديه محمد عادل. محمد عادل حياه كبيره جدا. محمد عادل من الحكام اللي عنده شخصيه، بس هو للاسف المواترات اللي حصلت يا كابتن محمد من 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 الاعلام، من داتا، من ميديا، من كل حاجه، ومن مع لجنه الحكام، هي دي برضو اللي خلت محمد عادل اتورط شويه. ان محمد عادل من الحكام اللي يعني بص يا كابتن، في حاجه اسمها الحكم اللي عنده ضمير، الحكم اللي هو شخصيته قويه، فدي برضو قبل كان عنده مشكله حته داخل القايمه، خارج من القايمه يا كابتن محمد، طب انا محطوط، لا محمد عادل اتشال. طب ما دي تفتح تساؤلات ان فكره التسريبات اشمعنى اتعملت مع محمد عادل. ما هي عادل. ما محمد عادل اللي وصل لسن 45، لسه كنا بنتكلم انا وانت في الموضوع ده. فان شاء الله بالتوفيق وربنا يكرمه في القادم ان شاء الله. ده يكون فيها برضه نوع من انواع ايه اللي هي الضرب تحت الحزام. ايوه يا كابتن محمد. الحقيقه دي حاجه تدنا كلنا وتهيننا كلنا طبعا مصرية. طبعا مش بس محمد عادل، دي في كل المجالات. الحكم اللي بعديه محمد معروف. محمد معروف ده اسد سينا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى مع كابتن امين ان شاء الله في كاس العالم 26 ان شاء الله. الحكم اللي بعديه محمود البنا. محمود البنا من الحكام اللي انا كنت بحبهم قوي قوي قوي، بس لازم عنده مشاكل في كابتن محمد برضو، لما تلاقي نفسك بعيد عن ممكن السوبر. ممكن اطلع موضوع الحب والكر؟ لا لا نتكلم لا لا مش قادر كده. انا بتكلم على محمود ده كان حكم كبير، لما بقاله سنتين عنده مشاكل كتيره، مشاكل كتيره في كابتن محمد، مفيش تركيز. المشكله ان برضو ماتشات، يعني برضو حته اللي هو من الحكام الكبار وما راحش ماتشات السوبر مأثره نفسيا فيه برضو اكيد مليون في الميه، وحته برضو في افريقيا ماتشاته قليله، فدي برضو عامله انطباع عنده. واكيد انت عارف الحكم بيبقى عنده حته دي برضو لازم في تطلعات يا كابتن محمد، فبالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمه. طيب، يبقى احسن من احسن. الحكم اللي بعديه محمود ناجي. محمود ناجي من الحكام الواعده، بس انا نفسي لجنه الحكام هو حكم دولي وحكمه جاله عنده ماتش في افريقيا، نفسي لجنه الحكام يلعب ماتشات اكتر واكتر، ماتشات جماهيريه، ماتشات ذات صعوبه، ماتشات درجه صعوبه في التدرج. فبالتوفيق ليه. الحكم اللي بعديه طارق مجدي. طارق مجدي انا مسميه عم موهوبين مصر. ليه؟ طارق كان لعيب كوره، طارق حكم من الحكام الموهوبين جدا واللي عنده فنيات عاليه، بدليل لجنه الحكام يعني الاسبوع الاول والاسبوع الثاني اسندت ليه مبارتين، وكان عنده مباريات صعبه، كان المصري في اول اسبوع، وكان عنده الزمالك وسموحه في ثاني اسبوع،
فطارق من الحكام الموهوبين جدا، بالتوفيق وربنا يكرمه. طب الحكم اللي بعديه حماده القلاوي. حماده الكلاوي، حماده الكلاوي من الحكام، من الحكام الوعده، بس انا بقول له كلمه وبأذن في ودانه، بلاش حماده، الثقه الزياده، الثقه الزياده ساعات بتجلب عليك عكس. طيب الحكم اللي بعديه على ما يحضروا الحكم. طب كابتن ابراهيم نور الدين. نور والله كابتن ابراهيم نور لم شم الاسره التحكيميه، انما طبعا كان في، انا بسمي المشكله لحته التخصصات دي يا كابتن محمد من اتحاد الكوره، هي اللي جلبت المشاكل في لجنه الحكام. لو كان في اختصاصات للكابتن ابراهيم او الكابتن محمد او اللجنه كلها، كان بقى في لينك وربط اكتر من كده. كابتن محمود، كابتن مع ابراهيم في فتره في فتره وجيزه جمع شمل الحكام كلهم في كل المناطق والحكام المقيمين وبتاع. فكابتن ابراهيم شابوه، بالتوفيق القادم ان شاء الله. طيب رايك في حكم حماده القلاوي اللي قلت لي عليه؟ حماده القلاوي حكم واعد، بس انا لازم الثقه الزياده، الثقه الزياده لازم يا حماده، انت عندك ثقه مفرطه زياده. يعني لسه انت لسه حماده، الثقه دي ما بتجيش غير بعد فتره معينه. طيب واحنا هنطلع، يمكن كان في كلام كمان، كان قدامنا صوره ابراهيم محمد. ابراهيم محمد ده من الحكام الواعدين والحكام اللي هيبقى ليها مستقبل في الايه، التحكيم المصري. طيب الصوره اللي بعديها كابتن ياسر عبروف. اخر صوره معانا كابتن ياسر عبروف، الحقيقه ومتولي مسؤوليه صعبه جدا جدا، رئيس لجنه الحكام. ربنا يعينك يا كابتن ياسر، المسؤوليه تقيله وربنا يوفقك، بس الكابتن ياسر قدها ودود، ولازم يبقى من خلالك يا كابتن محمد، من الاذاعه، من قناتنا المحبوبه، لازم في استراتيجيه للحكام، لازم يكون فيها كابتن محمد، يكون في عندنا بلان كابتن ياسر يمشي عليه، لازم يكون فيه في كل حاجه، لازم يكون في عداله ومساواه. مش هتوصل للعداله لما توصل يكون 80 20 يا كابتن محمد، نسبه معينه، لازم يختار معاونيه، ده الاساس، اختيار معاونيه هو ده الاساس في كل العمل. التحكيم محتاج اداره، في ضغوط كتير، انما انا كابتن ياسر انا عارف اللي هو اقوى من اي حاجه. ياسر، كابتن ياسر عنده مبادئ وعنده قيم وعاوز يعمل التحكيم المصري، فبالتوفيق وربنا يعينك. هل سمعنا شويه ان ممكن يقول لك ايه، بيتم فرض اعضاء في لجنه الحكام، هل ده ممكن بيتم فعلا او بيحصل فعلا؟ مثلا سمعت عنه حصل مع كابتن ياسر عبد الرؤوف، وقول لي اجابه اه لا. لا، كابتن ياسر، كابتن ياسر من الحكام اللي لها اسم كبير وباع، ومن الحكام يا كابتن محمد اللي كان عنده فن الاداره التحكيميه. فطبعا لما يجي يمسك لجنه الحكام، ده اول مره يمسك لجنه الحكام، فبنتمنى له التوفيق، لان هو عنده فكر، وكان قاعد معايا وعنده فكر، ان شاء الله هيبقى في تطوير وتسكيب في التحكيم. بس اهم حاجه يكون المنظومه كلها يا كابتن محمد، من اعلام، من حكام، من كله، لازم نصبر شويه يا كابتن محمد. طب احمي الحكم ازاي؟ احمي الحكم ازاي؟ ان انا اول حاجه لازم يكون في شخصيه قويه، لازم انا من خلالك لازم يكون في متحدث رسمي للجنه الحكام بعد كل اسبوع في اي محاضرات، دي لازم تبقى موجوده. غير كده وكده كابتن ياسر لازم يبقى عنده شخصيه في التعامل بقوه وحذر، لازم يكون في عنده مبدا الثواب والعقاب، لازم يكون في عنده عداله ومساواه، لازم يكون احمي الحكم ازاي يا كابتن؟ يعني دلوقتي انا دلوقتي هل المشكله في الادوات؟ مشكله في الامكانيات؟ المشكله ان مثلا لازم يبقى في مبدا السبع عقاب زي ما حضرتك قلت، بس ما ينفعش يبقى معلن، بس انا في الاخر لازم احس ان الاداء ده عشان يتطور، احس في حاجات تنفيذيه بتطبق مع التحكيم عشان يتم تطوير. لكن احنا بنشوفه ان ساعات كل سنه الازمات بتزيد، رغم ان ممكن عندنا فار، عندنا سماعات، عندنا بعض ممكن البدلات اللي هي اللي علاقه بالفلوس ممكن تكون تطورت. فعايز اعرف احمي بقى الحكم ازاي، لان انا في اعتقادي الحكم في الاخر بشر، ما بيلاقي السوشيال ميديا كلها عليه، ما بيلاقي حد انه مش محمي ظهره، ده حاجه ممكن يعني تاخد منه وتتم الضغط بيه عليه. المشكله عندنا يا محمد في الاعلام، الاعلام لازم يبقى مساند. احنا بنشوف الدول العربيه وبره مشاكل كتيره جدا، بس ما بتوصلش لينا. احنا عندنا الاعلام لازم يكون في حياديه في كل شيء، لما المشكله لما تلاقي مثلا، يعني الازمه اللي حصلت في اول اسبوع ده كانت عامه، كان ممكن لو الاعلام احتوى الموقف، انما طبعا الكابتن ياسر هيقابل من دي كتير، حاجات كتير. ده كلام يعني مش هو اللي ايه يفرض بيه السيطره ويفرض بيه الانضباط طول ما انت كده. ليه؟ لان انا الاعلام تعامل مع ان في تسريب،
الاعلام تعامل مع ومفيش عقاب حصل مثلا بخصوص التسريب او المفروض ما ينفعش اصلا يكون موجود، الاعلام تعامل مع الحاجات اللي بتطلع مع احكام القرارات التحكيميه الجدليه، فده مش هو ده بس اللي احنا شايف ان في حاجات ثانيه اجراءات مهمه جدا جدا اخرها ممكن مجلس اداره الاتحاد لازم يبقى داعم قوي للجنه الحكام. ما هي دي النقطه المهمه، حمايه الحكم. ايوه السوشيال ميديا بتنال منه، ساعات بيانات ممكن تضغط على الحكم، الحكم برضه بشر فبيحس ان هو لو مش محمي بيحس ان هو تحت ضغط رهيب، على فكره الضغط ده يخليه يغلط حتى لو حكم كبير، مش بقصد بيه ان هو مثلا قاصد يغلط او لا قدر الله ان هو ممكن يكون متآمر، الكلام ده انا شايف ان هو لا بعيد، مفيش حد هيبقى عايز يعني يضحي بسمعته وبنفسه، لكن المناخ والضغوط تغلط اي حكم. محمد المشكله ان الحكام يا كابتن محمد عندها معايير كتير، لا انت لو انت حسبت الضغوط ما بتجيش بس غير من الانديه الكبيره، يعني الماتشات كلها في حد بتلاقي الميديا او الاعلام في كلام عن الحكام الا الحاجات اللي هي المؤثره، الاعلام دي ضغوط، دي على فكره الموضوع ده مش من يوم وليله، مش والدتي النهارده، هتلاقي كل سنه لو انت لاحظت السنه الجايه هتلاقي في اول البدايه كده، السنه اللي فاتت هتلاقي ليه؟ يقول لك ايه؟ بمعنى اصح بتيجي بمعنى اصح انا اذبح القطه من اولها. ايوه بيبقى رهيب، بس انا برضو كنادي كبير صارف كتير جدا وعامل استعدادات وفي الاخر الاقي مثلا ممكن يضيع مني بسبب اخطاء ساذجه ومعايا فار ومعايا كل الحاجات دي كلها، في لخبطه كبيره يعني. احنا بنناشد يا كابتن الاتحاد المصري لكره القدم لازم يبقى داعم لجنه الحكام، ما يبصش للايه؟ للحاجات الصغيره، لازم يبقى داعم قوي للجنه الحكام. كابتن ياسر لسه البدايه وربنا يعينه، وبنتمنى اللي هو يكون حاطط شروط معينه، نتمنى ان نشوف مثلا في الدوري كده حكام بقى صغيرين، حكام تطلع ما نلاقيش التكراريه اللي مستمره. يبقى مفيش حكر لحد. ايوه انا للاسف وقتي خلص سريعا، وده غالبا هيحتاج ان احنا نبقى حلقات اكتر فرصه محمد. ان احنا نحط سبوت على الحلقه الاضعف في الكره المصريه الحقيقه الحكام، بس هاخد منك اجابه في سطر. تأمر ده كده. معظم الحكام بيبقوا معروفين انتماءاتهم ممكن من قبل حتى ما يبقى حكم. ده بيشجع نادي كذا، ده بيشجع اللون كذا، هل ده بيأثر في القرارات في لجنه الحكام؟ والله يا كابتن محمد الحكم عمره ما كان زي اللعيب، اللعيب عمره ما عاوز يفشل، الحكم نازل الملعب يا كابتن محمد عاوز ينجح، حتى لو ميوله كذا وميوله كذا ما ينفعش، لان انت هتبقى مره مش هتبقى المره الثانيه. خلاص نكتفي بهذا القدر، ووقتنا عدى سريعا، بشكرك طبعا شكرا جزيلا الحكم بوجودك. الدوري سعيد بوجودك يا كابتن محمد، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن داس كده، وقت حلقتنا انتهى سريعا، ان شاء الله نشوف حضراتكم تاني من خلال برنامجكم زملكاوي، وتصبحوا على الف خير.